مهرجان مدينة مكناس أو مهرجان مكناس الدولي للسينما الشباب يبصم نسخة أخرى متميزة عن سابقتها، نسخة الثامنة بطعم السينما والرياضة. كل الآراء وكل المعوقات التي حاولنا أن نتفادى في هذه الدورة للأسف حاولنا أن نجد لها فرصة في كثير من الأحيان. أعتقد أننا حاولنا في هذه الدورة أن نجعل من مدينة مكناس قبلة للممثلين، قبلة للمخرجين، قبلة للكثير من الآراء التي ساهمت بشكل وافر في بناء السينما المغربية. أنا سعيد جدا أن نصل إلى النسخة الثامنة، وكلنا أمل في أن نجعل من مدينة مكناس عاصمة سينمائية بامتياز. المكرمون، الندوة، المحتفون، كل الآراء التي جعلناها قبلة في السنة الفارطة حققناها في هذه الدورة، ونأمل أن كل دورة عن دورة لابد أن تكون أفضل. بالنسبة للجديد ديال الدورة اللي تميزها بالنسبة للناس المكرمين للدورة، جديد هذه الدورة هو الوفود التي توفدت على مدينة مكناس، الوفود التي استطاعت أن تكون حاضرة بقوة سواء من الدنمارك أو من فرنسا أو من إيطاليا أو كذلك من السعودية ومن تونس ومن كذلك الجزائر الشقيقة، دول كثيرة ومخرجين لهم شأن كبير. بالنسبة للأفلام اللي حاضرين هذه المرة، شنو الرأي ديالك؟ نعم، ليس لي أرى أننا حاولنا أن نجعل من الأفلام هذه المرة أن تكون في المستوى المطلوب، وأعتقد أن جازما على أن أفلام تستحق التتويج. بالنسبة للشباب ديال مدينة مكناس، شنو الرأي ديالك فيهم؟ الآن أصبح الحديث عن جائزة مدينة مكناس عادي نظرا لأن هذه أكثر من 6 دورات ونحن نقوم بنفس العملية، بمعنى أن مدينة مكناس لها حضور ولها كذلك جائزتها، ولا بد أنها ستضاهي باقي الأفلام المعروضة. بالنسبة للناس اللي كرمتهم اليوم، المكرمان يعني يمكن بكل ثقة واطمئنان أنهما هرمان من العيار الثقيل، من يوسف بريتل صاحب فيلم المسيرة، وسناء العلوي صاحبة مشوار طويل في السينما الوطنية والعالمية، والبقية تأتي إن شاء الله في الدورات المقبلة. شكرا لكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.